أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب، وهذه عناوينها: الحكم بثلاثين سنة سجنا لمتهمة بقتل مدير مدرسة لتعليم السياقة، انتجال جثة عشريني إثر انهيار صخري بورزازات، وبعثة نادي الوداد تخط الرحال بجنوب أفريقيا. قضت غرفة جنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة المتهمة الرئيسية بمقتل مدير مدرسة لتعليم السياقة بثلاثين سنة سجنا نافذا وتعويض مدني بحوالي $20,000. وكانت المتهمة اعترفت أمام القضاء بأنها كانت على علاقة بالضحية قبل أن تستدرجه وتوجه إليه طعنات قاتلة بسبب تعرضها للابتزاز. تمكنت فرق الإنقاذ وعدد من المتطوعين من انتشال جثة شاب عشريني لقي مصرعه إثر انهيار صخري بدوار تغرمت بإقليم ورزازات، حيث كان بصدد الحفر بواسطة جرافته في منبع مائي بالدوار المذكور قبل أن يفاجأ بسقوط أطنان من الردم فوق رأسه. أفادت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بأن حريقاً اندلع بمستودع مخصص لتخزين السلع وبالمنطقة اللوجستية الأطلسية عين السبع، حيث تمكنت فرق التدخل من إخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية، في حين فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف الظروف والملابسات. أوقفت عناصر الدرك الملكي حارس أمن متلبساً بحيازة كمية من المخدرات على مستوى حاجز أمني بطريق السيارة عند المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة، حيث تمكنت عملية التفتيش من حجز مبالغ مالية كبيرة كانت في حوزته، فضلاً عن 3 هواتف محمولة. حطت بعثة الوداد الرياضي بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقيا برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي جرى السبت الماضي بين الفريقين انتهت متعادلاً بصفر لمثله بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون سيدة ستينية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بحيازة المخدرات ونقلها، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز حوالي 15 كيلوغراماً من المخدرات في حوزتها على متن حافلة للنقل العمومي كانت متجهة صوب مدينة الداخلة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.